مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض. نبدأها بالعناوين. الصحة السعودية تعلن وفاة 1300 وحاج واحد غالبيتهم من غير المصرح لهم لأسباب تتعلق بالطقس والإجهاد. اتفاق بحريني إيراني على بدء محادثات دراسة استئناف العلاقات بين البلدين. صحف كويتية تفيد بصدور حكم بسجن النائب السابق وليد الطبطبائي مدة 4 سنوات. سوق الأربعاء الشعبي في الأحساء نقطة جذب لزوار المنطقة منذ أكثر من 50 عاماً. أكد وزير الصحة السعودي أن عدد الوفيات المسجلة في موسم الحج لهذا العام بلغ نحو 1301، منهم 83% حجاج بلا تصريح، مشيرا إلى أنه تم حصر جميع البلاغات والتواصل مع ذوي المتوفين والتعرف عليهم. وزير الصحة السعودي أوضح بأنه تمت الإجراءات اللازمة للتعرف على هوية المتوفين وإصدار شهادات الوفاة ودفنهم وإكرامهم في مكة. وكان عدد من الدول أصدرت بيانات خلال الفترة الماضية حول عدد من المفقودين وحالات الوفاة بين مواطنيها الحجاج، غالبيتهم حسب بيانات تلك الدول من خارج البعثات الرسمية لها. وقد أعلنت وزارة الأوقاف الأردنية ارتفاع عدد الوفيات إلى 99 حاجا ووجود 21 آخرين يرقدون في مستشفيات مكة، 16 منهم في حالة حرجة، موضحة بأنه تم إصدار تصاريح الدفن للمتوفين ليتم دفنهم في مكة بناء على رغبة ذويهم، فيما يجري التنسيق لنقل المصابين لتلقي العلاج في الأردن فور أن تسمح حالتهم الصحية بذلك. وفي مصر كلف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أو كلف بسحب رخص 16 شركة سياحية وإحالة مسؤوليها إلى النيابة العامة بعد تحايلها لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية دون تقديم أي خدمات للحجاج، إضافة إلى تغريم تلك الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم. أما في تونس فقد أقال الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي من منصبه على خلفية ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الحجاج التونسيين إلى 49 خلال أداء فريضة الحج هذا العام. انضم إلينا من جدة الكاتب الصحفي محمد السعد. سيد محمد حياك الله معي في نشرة الرابعة. أولا، كيف تعلق على تصريحات وزير الصحة السعودي حول الوفيات في حج هذا العام؟ طبعا هذا أسلوب من أساليب الشفافية العالية في يعني سلطات الحج التي أعلنت عن هذه الأرقام. ولو سألنا أنفسنا لماذا تأخرت السلطات الصحية في إعلان هذه الأرقام على مدى الأيام الماضية، لوجدنا بأن عدد كبير من الوفيات الحقيقة كانت مجهولة الهوية، لأن هؤلاء الحجاج غير رسميين جاءوا بفيز مختلفة تماماً عن فيزة الحج أو تأشيرة الحج، وبالتالي هم مجهولي الهوية أمام وزارة الصحة والسلطات. وعلى وقت التحقق من هوياتهم يعني تم الحقيقة الإعلان بشكل نهائي عن عدد الوفيات والتي زادت عن 1300 على توفى. نسأل الله أن يرحمهم ويتغمدهم بواسع رحمه. هناك من يقول إنه هذا التأخر ربما كان سببا في الهجوم على السعودية في مسألة تنظيمها لموسم الحج وعدم إعلانها عن عدد الوفيات. كيف تنظر إلى هكذا رأي أو تبرير؟ رحلة الهجوم يا خالد بدأت من قبل شهرين تقريبا من موسم الحج. رحلة يعني خطة ممنهجة، هجوم عنيف، هجوم شرس، اتخذ أساليب متعددة ومتوازية وضمن دائرة واضحة كانت من التشكيك في الحج، أولا دفع الحجاج لعدم الذهاب إلى المشاعر المقدسة أولا، ثم التشكيك في الحج، ثم
التشكيك في يعني خطط الحكومة السعودية لتنظيم الحج، ثم التشكيك في العقيدة نفسها. يعني كان هناك الحقيقة ضرب في يعني المشعر التعبدي نفسه، وهو الحقيقة مرحلة متقدمة من العداء عجيبة وغريبة عند هؤلاء. ولذلك مسألة أن هناك هجوما حصل بعد الإعلان أو تأخر في إعلان حالات الوفاة نتيجة لعدم التعرف على هذه الوفيات كان أمرا طبيعيا ونحن معتادون عليه. ولكن لو سألتني يا خالد، لماذا الحقيقة هذه يعني تعليق هذه المسؤولية على السعوديين؟ الحقيقة إذا كان هناك من تعليق على السعوديين، يجب أن نعلق المسؤولية على الهند عندما يذهب متسلقون لجبال الهيمالايا وموتون في ذلك الطقس البارد، تلك الارتفاعات الهائلة، أو في كندا عندما تصل درجة الحرارة إلى أقل من 40 درجة. هناك عوامل لا يمكن للإنسان مهما كان لديه من طاقات وأموال لا يمكن أن يستطيع تطويعها. درجة حرارة تصل إلى 70، لا يمكن لأي دولة في العالم مهما كانت إمكانياتها أن تطوعها لصالح الإنسان. ولذلك هناك واجب آخر على الإنسان نفسه أن يتحمل مسؤولية حياته، وأن الحقيقة يقوم بالإجراءات المناسبة لحمايته. وهذا ما أعلنته على فكرة السلطات الصحية السعودية وأيضا سلطات الحج قبل شهرين تقريبا، أعلنت بأنها تتوقع وصول درجات الحرارة إلى 70. هؤلاء الذين يعني اختبأوا إلى يوم 8 من الحج ثم ذهبوا إلى عرفات مشيا على الأقدام مسافات طويلة، لم يحتاطوا الحقيقة لهذه لدرجات الحرارة العالية، وعندما وصلوا كانوا مرهقين جدا، وصلوا وقت الظهيرة، بالتالي كانت يعني درجة الحرارة في أقصى درجاتها. وبالتالي هذا الإنهاك مع هذه الأمراض مع كبر السن الحقيقة أدت إلى هذه التهلكة. لاحظنا أيضا يا خالد في الفيديوهات المنتشرة أناس يمشون على أقدامهم في صحراء ما بين مكة وجدة، وهناك من ذهب إلى الجبال ولاذ بها في طريقه نحو عرفات يعني بدون تصريح وبدون أن يكون يعني لديه الإمكانات اللازمة لذلك. وكلهم توفوا إلى رحمة الله تعالى، ونسأل الله لهم يعني المغفرة. ولكن أيضا هناك مسؤولية تجاه أنفسهم لئلا يلقوا أنفسهم إلى التهم. لكن ماذا وراء هذا الهجوم الذي سبق موسم الحج؟ لماذا وجدنا من يهاجمون أو غيرهم كانوا حتى يحرضون على المخالفة وعلى الحج بدون تصريح رغم اشتراطات الجهات السعودية لذلك؟ طبعا هناك محاولات قديمة لاختطاف شعيرة الحج وتحويلها من منسكها التعبدي إلى منصة سياسية لتصفية الحسابات، وأيضا لمقايضة الدول الغربية أمام مواقف سياسية. بعض الدول الإسلامية والإقليمية وحتى التنظيمات العابرة تحاول اختطاف شعيرة الحج، لأنها تتحدث نحن نتحدث عن 2 مليون مسلم يمثلون على الأقل مليار ونصف من المسلمين، وبالتالي هذه الشعيرة عندما تختطف وتتحول من عبادة إلى موقف سياسي ومنصة لتبادل الشعارات وتصفية الحسابات وأيضا لتصفية حسابات التيارات المتطرفة بينها وبين بعض، أيضا العقائد المختلفة. نحن نتحدث عن عقائد إسلامية مختلفة ومتصارعة، وبالتالي لو سمح لها أن تتخذ من الحج منصة لتصفية هذه الحسابات سيتحول الحج إلى مذبحة. الحكومة السعودية من مسؤوليتها الإسلامية ومن مسؤوليتها تجاه الحرمين الشريفين كونهما يعني داخل الأراضي السعودية، وبالتالي حقها المقدس وحقها المستقل في أن تحافظ على أمن الحجيج، يعني ترفض مثل هذه التصرفات وترفض تحويل الحج إلى منصة سياسية يتم اختطافها أو تحويلها إلى مادة للمقايضات السياسية بين بعض الدول الإقليمية في المنطقة وبعض التنظيمات وبعض الدول. طيب كيف تقيم أستاذ محمد أيضا موقف دول مثل مصر، يعني التي سحبت رخص 16 شركة سياحية أحالت مسؤوليها إلى النيابة العامة؟ في تونس كذلك أقيل وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي، وكذلك عدة إجراءات حتى في الأردن وغيرها لمحاسبة هذه الشركات. كيف تقيم يعني هذه المواقف الآن بعد أن اتضحت الرؤية يعني في مسؤولية يعني وفاة هؤلاء الحجاج في موسم حج هذا العام؟ طبعا بلا شك هذه مواقف مقدرة وتتفهم الحقيقة الموقف السعودي، مع ملاحظة بأن السعوديون منذ شهرين قبل الشعيرة وهم يحذرون من هؤلاء الذين لا يحملون تصاريح ومن ويحملونهم مسؤولية الحج بلا تصريح، لأن وجودهم سيشكل عبئا على الخدمات
التي يعني تم تقسيمها على العدد الفعلي للحجاج المصرحين. وبالتالي هذا الإشعار المهم والذي سبق الشعيرة أعطى الحقيقة لهذه الدول يعني حق أن تتفهم أن هذه الوفاة جاءت نتيجة تصرفات إما من هذه المؤسسات السياحية التي تحايلت على الحجاج البسطاء وأرسلتهم بتأشيرات لا تسمح بالحج وأوهمتهم بأنها تسمح لهم بالحج، وبالتالي هذه الدول بدأت في التحقيق وبدأت في إلغاء هذه الرخص. الأردن على سبيل المثال كانت لديه مواقف مهمة جدا من بداية أزمة حجاجهم، تونس لكن كذلك، ماذا يجب أن يتم فعله الآن بالتالي حتى لا هذا تتكرر التفاهم مثل هذه الحقيقة الحالات مهم لصالح الشعيرة. في مواسم حج قادمة؟ يعني إلى أي مدى يجب على هذه الدول الآن وغيرها أن تتجاوب وتنسجم مع كل الإجراءات التي يعني تنظم، التي تتبناها الدولة في المملكة العربية السعودية والجهات ذات العلاقة التي تنظم موسم الحج حتى يعني ينتهي الحج بشكل آمن وصحي أيضا للجميع؟ يعني أيضا يجب تفهم المساحة الجغرافية التي حددتها الشعيرة أو الشريعة الإسلامية للحج. لا يمكن يعني أن تتوسع في هذه المناطق المحرمة والتي يعني أنزلت يعني تنزيلا على البشرية، ومحاولة إقحام أعداد كبيرة في هذه المنطقة الجغرافية الصغيرة هو يعني بمثابة انتحار. ولذلك المملكة العربية السعودية لطالما قالت للدول الإسلامية وأشعرتها بأن هذه المنطقة ليست المملكة تستطيع أن تتحمل أعداد كبيرة، المملكة واسعة جدا، ولكن نحن نتحدث عن منطقة جغرافية بسيطة وصغيرة، وهذه المنطقة فلا يمكن أن تتحمل أعداد أكبر من ذلك. وبالتالي عندما تزيد الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من ذلك فإنها تتحول إلى كارثة إنسانية، نتيجة إما تدافع، إما حرارة شديدة كما حصل في هذا العام، إما الحقيقة نقص في الخدمات الصحية. نحن نتحدث عن أوبئة، عن مشاكل صحية لكثير من الحجاج الذين يأتون، يعني في أغلبهم إما من فقراء المسلمين أو في سن متأخرة، وبالتالي هذا العبء الكبير الذي يلقى على الخدمات يجب أن يوفر بشكل ملائم وبشكل لائق. ويعني اليوم ما حصل في هذا العام أي. حقيقة نعتقد أنه يجب أن يكون درساً للجميع، بحيث أن يعني يتم تفهم بأن هذه المناطق الجغرافية الإسلامية لا يمكن أن تتحمل أكثر من هذه الطاقة الاستيعابية مهما كانت المبررة. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي محمد السعد من جدة. بعد أيام من قرار تشكيل لجنة لمراجعة الجنسية في البحرين، أكد وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله خلال اجتماعه باللجنة أن من أسباب تشكيل اللجنة ثبوت حالات الأشخاص إن قدموا معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة لاكتساب الجنسية، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل في تقديم ومراجعة حالات اكتساب الجنسية منذ 2010، وموضحا بأنه سيتم التعامل مع المخالفين وفقا للقوانين، وأن الجنسية البحرينية هي لمن أظهر الإخلاص والولاء والتزم بقوانين البلاد. وفي المنامة، عقد وزيرا خارجية البحرين وإيران مباحثات بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وكشف بيان مشترك للبلدين بأن الجانبين اتفقا على إنشاء الآليات اللازمة من أجل بدء المحادثات بين البلدين لدراسة كيفية استئناف العلاقات السياسية بينهما، ذلك على ضوء زيارة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني لطهران للمشاركة في اجتماع حوار التعاون الآسيوي ولقائه نظيره الإيراني على علي باقري. معنا من المنامة الكاتب البحريني جعفر سلمان. سيد جعفر، أهلا وسهلا بك معي في نشرة الرابعة. هل يمكن بالفعل طي صفحة الماضي بين طهران والمنامة واستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما اليوم؟ مساء الخير وأجمل تحية لك وللمشاهدين الكرام. هذا ممكن، يعتمد على كيفية إجراء المفاوضات، يعتمد على نظرة إيران ونظرة البحرين المستقبلية لإعادة العلاقات. هناك حقيقة مهمة، وهي أن إيران والبحرين جاران بحكم الجغرافيا، أي أن هناك لا فكاك من هذه الجيرة. وكون جلالة الملك خرج قبل فترة في أثناء زيارته لموسكو وبعدها أثناء زيارته للصين، وأعلن
ان اليد مفتوحه لاعاده العلاقات، فلا ارى مبرر لعدم عوده العلاقات الطبيعيه كما يجب ان تكون بين اي جارين موجودين في اي منطقه جغرافيه في العالم. ما العوامل برأيك سيد جعفر أو الحوافز التي يمكن أن تمهد لتطبيع العلاقات بين البلدين اليوم؟ هناك مصلحة عامة للاستقرار، مصلحة عامة لتبريد هذه المنطقة، أقصد منطقة الخليج العربي طبعا. في وجود علاقات طبيعية هناك ازدهار، ولا ننسى أن هناك علاقات تاريخية بين البحرين وإيران، علاقات ثقافية، علاقات دينية، كون البحرين نسبة كبيرة من الشعب ينتمون للمذهب الشيعي، وفي إيران أحد أهم مراقد الأئمة الشيعة والإمام الثامن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، فبالتالي هذا يخلق أيضا تواصل ديني، هناك تواصل أيضا عائلي، عدد لا بأس به من البحرينيين هم من أصول إيرانية سواء كانوا سنة أو شيعة، أيضا ولا يزال هناك ارتباط عائلي بينهم وبين إيران، فهناك مصلحة كبيرة في إعادة العلاقات بين البلدين، مصلحة للبحرين، مصلحة لإيران، ومصلحة لكل الخليج. ولا ننسى أيضا أن في العلاقات الطبيعية، في العلاقات المزدهرة، هناك ازدهار للمنطقة لكن على بأسرها. أي أساس، وفق أي شروط اليوم يمكن إعادة العلاقات بين البلدين؟ هل زالت كل المشكلات؟ هل يمكن القول خلاص عفى الله عما سلف؟ لا يوجد مشكلة في عفى الله عما سلف، المشكلة في ما هو يمكن أن يأتي في قادم الأيام. البحرين على طوال تاريخها السياسي مع إيران أو علاقتها السياسية مع إيران لديها في الواقع مشكلة واحدة فقط مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي التدخل في الشأن الداخلي. أتمنى بالفعل أن تكون إيران قد استلمت الرسالة بشكل واضح، أنها لا تستطيع التدخل في شؤون البحرين الداخلية، أن تكون القيادة الإيرانية قد استوعبت أن البحرين دولة مستقلة ذات سيادة تستطيع إدارة نفسها بنفسها كيفما شاءت وكيفما شاء ملكها وشعبها. طيب إذا استطاعت إيران التوصل إلى هذه الحقيقة واستطاعت البحرين إقناع إيران بهذه الحقيقة فلن تكون هناك أي مشاكل ما هي أبدا. الملفات أو ما الذي يمكن أن يعرقل استئناف العلاقات بين البلدين اليوم؟ في الحقيقة مما نرى حاليا لا يطرح هناك أي، لا يعني لم أجد من يطرح وجود أي عراقيل، يعني ما يظهر للعلن على الأقل هو وجود رغبة من البلدين باستئناف العلاقات بشكل طبيعي. هناك ربما بعض الملفات العالقة، منها مثلا بعض أطياف المعارضة البحرينية وما يمكن أن تفعل في هذه الحالة من محاولة استثمار داخلي لهذه العلاقات أو عودة العلاقات، استثمار داخلي أقصد على المستوى البحريني، على مستوى المجتمع البحريني. ما عدا ذلك لا أرى على عراقيل أمانة إلى الآن، أو ليس لا يوجد هناك شيء ظاهر من هذه العراقيل. أرى أن الموضوع مستمر ومتجه بصورة متسارعة نحو الأمام، ونتمنى جميعا أن تعود العلاقات بشكل طبيعي وفق الاحترام المتبادل بين الطرفين. تطبيع البحرين للعلاقات مع إسرائيل سيد جعفر، هل يمكن اعتبار هذا الأمر نقطة تعرقل مسار استئناف العلاقات أو التفاهمات بين البلدين؟ لن تكون هذه نقطة معرقلة إذا ما تفهم الجانب الإيراني أن البحرين دولة مستقلة ذات قرار سيادي، وتستطيع بالتالي إنشاء علاقات مع إسرائيل أو منع العلاقات مع لكنك إسرائيل. تعلم طالما أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في 2021 وصف توقيع البحرين على هذه الاتفاقيات بالخيانة العلنية والتهديد للأمن الإقليمي، هل يمكن لطهران أن تتجاوز هذا الأمر الآن؟ نحن نتكلم عن قيادة جديدة في إيران، ومن ذكرت هو يعني في رحمة الله الآن، ومعه الراحل السيد الرئيسي، فبالتالي هناك فرصة حقيقية لكي تتجاوز إيران هذه العقبات التي قد تكون سياسية أو عقائدية، وتقبل بكل بساطة أن البحرين، فكرة أن البحرين دولة ذات سيادة وتستطيع إنشاء علاقات مع من تشاء. أشكرك شكر جزيل جعفر السلمان الكاتب البحريني ضيفي من المنامة.
أفادت صحف كويتية بأن محكمة الجنايات أصدرت اليوم حكما بالسجن على النائب السابق وليد الطبطبائي لمدة 4 سنوات، وذلك في قضية أمن دولة بتهمة كتابة منشور مخالف للقانون على منصة إكس بعد خطاب أمير الكويت الشهر الماضي. 4 مستمرة فيها بعد الفاصل. الصين تعتمد السعودية وجهة سياحية لمواطنيها اعتبارا من الأول من الشهر القادم. أهلا بكم من جديد. تمويل من البرنامج السعودي لإعادة أعمار اليمن ساهم في تطوير مطار عدن الدولي في 9 مناطق، منها تأهيل المدرج المساعد وصالات السفر ومنطقة الشحن، بالإضافة إلى رفع كفاءة أنظمة الملاحة والاتصالات الجوية بطاقة استيعابية سنوية للمطار تفوق 1 مليون مسافر. دعم البرنامج أيضا 38 مشروعا ومبادرة في قطاع النقل داخل وبين المحافظات اليمنية، استفاد منها أكثر من 14 مليون شخص من خلال دعم 3 مطارات دولية ومنفذين بريين و4 مشاريع لرفع كفاءة الموانئ البحرية و9 مشاريع طرق داخلية ودولية. مطار عدن ينضم إلينا موفد العربية هاني أصفيان. هاني مرحبا بك، حدثنا أكثر هاني عن هذا التمويل الجديد من البرنامج لإعادة أعمار اليمن في عدن، يعني ما الذي يشمله؟ طبعا نحن نتحدث في مبلغ إجمالي أو يتجاوز 27 مليون دولار قدمها البرنامج السعودي لإعادة وإعمار اليمن من أجل التركيز على واحد من المشاريع الذي يقوم بها، وتحديدا واحد من المشاريع في قطاع النقل. هذا القطاع الذي قدم فيه البرنامج أكثر من 38 مشروعا ومبادرة، واحد من هذه المشاريع هو إعادة وتأهيل مطار عدن، سواء من ناحية تهيئة المدرج المطار أو كذلك تجهيزه بعربات جديدة، وكذلك أيضا في المنطقة اللوجستية ومنطقة الشحن، إضافة إلى الصالة الداخلية والصالة التنفيذية اللتين كانتا غير موجودتين في السابق. طبعا نحن نتحدث عن عملية تأهيل أيضا في أنظمة والاتصالات الجوية وفق المعايير الدولية والمطلوبة عالميا. عموما المهندس يونس عبد المجيد وهو منسق مشروع مطار عدن الدولي، اليوم نتكلم عن مبلغ قدمه وتمويل سعودي قدمه البرنامج السعودي لإعادة وإعمار اليمن. ما الذي كيف كان مطار عدن وكيف أصبح اليوم؟ الأخوة بالبرنامج السعودي بدأت تدخل عن طريقهم في بداية 2019 عن طريق 3 مراحل. كانت المرحلة الأولى تزويد المطار بعربات إطفاء وإضافة إلى عربات إسعاف وباصات نقل الركاب، وثم بدأ المرحلة الثانية التي بدأت بالجانب الإنشائي للمطار عن طريق تأهيل ممر التدحرج وإضافة إلى ساحة وقوف الطائرات الأبرون، إضافة إلى إنشاء مباني بمنطقة الشحن وتأهيل هنجر الشحن بالكامل الذي كان مدمر من بعد الحرب، تم تأهيله بالشكل الكامل يصبح الآن جاهز للاستخدام، وبالإضافة إلى تأهيل صالة المغادرة والوصول. وفي أثناء المرحلة الثانية حدث الهجوم الصاروخي الإرهابي عن طريق ميليشيات الحوثية، وكان في هذه المنطقة تقريبا، وأيضا صارت الزعفران تم تأهيلها بالكامل بالإضافة إلى منظومة التكييف التي دمرت من سبب الهجوم بالكامل، تم تأهيلها بأعمال طارئة. تم البرنامج قدم تمويل اليوم أكثر من 27 مليون دولار، ما الذي سوف يكون عائد جيد بعد عملية الترميم؟ خاصة هل سوف يتم استفادة من منطقة الشحن؟ هل سوف نشاهد شركات أخرى؟ وماذا عن شركات الطيران؟ كم عددها الآن؟ بالتأكيد البرنامج بعد التدخل بالخصوص بعد سيتم الآن المرحلة الثالثة الآن ستبدأ غريباً والتي تضم الأجهزة الملاحية والإضافة إلى مدرج الطيران، ولذلك يكون رفع كفاءة مطار عدن إلى أن يصبح يستقبل أي شركات طيران عالمية بدون أي عوائق أو معوقات. تم استفادة من منطقة الشحن الآن بعد ترميمها وتأهيلها؟
تم تسليم منطقة الشحن إلى الشركات اليمنية. في استيراد وتصدير أو في عملية استيراد وتصدير؟ بدأ في تم وضع ثلاجات الأدوية التي تبدأ التخزين فيها، والآن العمل مستمر فيها. اليوم كيف نتحدث عن صلاة؟ كيف مدى رضا المواطنين اليمنيين أو السياح برضو إذا كان هناك سياح أو التجار الذين يصلون إلى عدن؟ المبنى المباني خاصة الصالات انتقلت لمرحلة كبيرة أفضل من السابق بخصوص التكييف والعزل والعملية الانسياب للمسافرين سلسة جدا بعد أعمال التأهيل الأخيرة. جيد، شكرا لك مهندس يوسف. إذا كان هذا حديث المهندس يونس عبد المجيد. طبعا أننا نتحدث اليوم عن مطار يستقبل أكثر من 345 مسافر بشكل سنوي، وأيضا بعد عملية التأهيل أصبحت طاقته الاستيعابية أكثر من 1,000,000 مسافر. اليوم لدى البرنامج السعودي لإعادة وإعمار اليمن ركيزة أساسية أو عدة ركائز، من أهم الركائز إعادة مطارات اليمن وكذلك أيضا منافذها البرية وأيضا موانئها البحرية، وقد عملت أيضا وقامت بتنفيذ عدة مشاريع سواء في الموانئ البحرية هنا في عدن أو كذلك في حضرموت، وأيضا نتحدث عن منفذين بريين، وكذلك نتحدث عن 5 مطارات تم إنشاء منها وتنفيذ 3 مطارات ومطارين قادمين أيضا. هذا بالنسبة في قطاع النقل، وهناك أيضا قطاعات أخرى تعمل عليها ويعمل عليها البرنامج السعودي سواء في قطاع الصحي أو التعليمي أو كذلك بما يخدم المجتمع والمواطنين اليمنيين في كافة المحافظات اليمنية. شكرا جزيلا لك. من عدن مفدى العربية أنس فيان. أعلنت وزارة السياحة السعودية اعتماد الصين للسعودية كوجهة سياحية رسمية للسياح ابتداء من يوليو القادم. يأتي الإعلان ومع استهداف السعودية جذب أكثر من 5 ملايين سائح صيني بحلول 2030 كثالث أكبر مصدر للسياح القادمين إلى البلاد، ضمن أهداف أكبر للسعودية باستقطاب 150 مليون سائح بحلول العام 2030. ومع الإقبال الكبير الذي تشهده منطقة عسير في موسم الصيف من قبل السياح من مختلف الجنسيات، حول العديد من ملاك المزارع في المنطقة مزارعهم إلى مواقع سياحية ونزل فندقية، واستطاع مسؤولوها تحويلها من مزارع بسيطة إلى مواقع تراثية ومزارات سياحية تستوحي تفاصيلها من تراث منطقة عسير. من إحدى هذه المزارع في أبها ينضم إلينا مراسل العربية عبد الرحمن العصيمي. عبد الرحمن حياك الله معي، أهلا وسهلا. تتقهوى؟ هل هذا وش هذا، كرك ولا شاي ولا قهوة ولا وش بالضبط؟ لا، كابتشينو يا خالد. كابتشينو، أوكي. الأجواء الحلوة هذه لازم تتقهوى وتمخمخ ويكون مزاجك عالي. حلو، كلمنا عن أجواء أبها والمكان اللي أنت فيه، المزرعة، وش يزرعون؟ والله اليوم يا خالد بحسب أهل عسير يقول حر اليوم، درجة الحرارة 25 ومحترين 25. فأنا قلت لهم يعني ودي يجون الرياض شوي يشوفون الحر اللي موجود في بعض المناطق، لكن فعلا حلوة الأجواء رائعة جدا يعني، والهواء عليل. احنا في مكان اسمه مزرعة الليوان، هذا يعتبر مشروع جديد ورائد حقيقة من خلال شباب سعوديين، حولوا هذه المزرعة إلى مزار سياحي وأيضا نزل فندقي. ومعنا مشعل الهاجري هو المشرف والمسؤول عن هذه المزرعة. أول شيء مشعل، كيف جتك الفكرة؟ أهلا وسهلا، أولا سعيد بزيارتكم. الشيء الثاني، ابتداء من السنة الماضية تمام بحثت أنا وأخوي المهندس محمد الهاجري على مكان سياحي بحت، لأن توجه عسير أصلا للسياحة وتوجه الرؤية للسياحة. طبعا الآن زميلنا وليد حياخذ جولة في المكان وناخذ كذا نظرة سريعة. طبعا الفكرة جاتكم أنه تحاولون تستفيدون من المزارع اللي موجودة. بالضبط، لأن نتميز في عسير بالأجواء الحلوة والمزارع الجميلة، فهذه هي نقاط القوة عندنا في منطقة عسير. فمن هنا جت الفكرة. إنه ما شاء الله في أكثر من، في كافي شوب، في مطعم، في يعني أنت مجمع براندات سعودية وشباب سعوديين يشتغلون في المكان. بالضبط، المكان يضم ألمع وأفضل البراندات الموجودة عندنا سواء في عسير أو في المنطقة الجنوبية كاملة أو في المملكة العربية السعودية كاملة، متنوع من مطاعم إلى كافيات إلى مخبوزات إلى كذلك اللي هو ورش عمل
حرفية مثل صناعة الفخار، صناعة أو عمل خبز الميفة، طحن الحبوب بالأدوات القديمة. زميلنا خالد يحب الحاجات هذه، خبز الميفة والعسل، لازم نسوي له كذا ونرسله للرياض. الأشياء المميزة عندنا هنا كذلك أنه يوجد فيه حضانة للأطفال، يوجد فيه متحف، يوجد فيه نزل عمر البيت أكثر من 150 عام. إحنا الآن مقبلين على النزل خالد، لعلكم تشوفون هذا المكان. إحنا كنا في المطل في أحد المقاهي الموجودة، والآن متجهين إلى النزل الفندقية، بيت قديم عمره أكثر من 150 سنة. طبعا شوف ما شاء الله الإقبال والناس من جميع الفئات العمرية، أطفال ونساء وكبار سن. طبعا هذا مدخل النزل الفندقي خالد. حلو. ولعل زميلي وليد يأخذ نظرة عامة للبيت القديم اللي عمره أكثر من 150 سنة، تحولتوا هذا البيت إلى فندق. بالضبط، البيت هذا عمره أكثر من 150 عام، أضفنا عليه خدمات فندقية بحيث أنه يكون فندق بخدمات فندقية عن طريق البيت المشترك كتجربة ريفية مختلفة. طبعاً كم سعر الليلة؟ لأن بدأنا في كذا كلام وشايعة أنه والله أبها غالية والفنادق غالية والسياحة الداخلية غالية، كم سعر الغرفة هنا؟ أسعار الغرف عندنا هنا تبدأ من 200 إلى 400، سعر معقول جدا حسب نوع الغرفة، وكذلك احنا نقدمها في بيت تراثي، فهذه يعني نقطة جدا يعيش تجربة متكاملة. نعم، والهدف من أصل المكان غير الخدمات السياحية انها تجربة تراثية بحتة. نعم خالد، زي ما انتم شايفين طبعا الفندق الغرف تم تجهيزها وتأثيثها بطريقة تراثية للغاية. نعم خالد، عندهم ريسبشن روم سيرفيس، وش يجيبون لك يعني لو طلبت مثلا اي وجبه او اي شيء؟ شو الخدمات اللي خالد يسال يقول في روم سيرفيس هنا، في اذا طلبت شيء، اذا ابغى شيء اكله اشربه. اذا اقنعني قبل 150 سنه في روم سيرفيس انا اجيب له روم سيرفيس. سمعت يا خالد، يعني يا اخوي هذا قبل 150 سنه احنا بس اتوقع في خدمات. نعم في خدمات بسيطه مثل الادوات الصحيه، الكول سنتر، الاشياء هذه. خالد يقول لك احنا الحين ما نبغى 150 سنه. بالضبط، احنا نقدم الخدمات السياحيه اللي هي الادوات الصحيه، الروم سيرفيس البسيطه، مش يعني مثلا الاشياء الادفانس مره يعني. يعني هو يا خالد يبدو أنهم يحاولون قدر الإمكان يخلون السائح يعيش تجربة تراثية قديمة بعض الشيء، لكن الخدمات الأساسية موجودة، دورات المياه طبعا، في التكييف موجود، خدمة الغرف التنظيف اليومي موجودة، إلى جانب أيضا تجارب مختلفة يعيشها السائح هنا في 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 النزل الفندقي، صناعة الفخار، تجربة طحن الحبوب، خبز الميفة، وما إلى ذلك من التجارب السياحية. طبعا خالد هذا أي. المشروع هو ضمن مشاريع متنوعة موجودة في أبها. جميل. لاحظناها آخر 4 سنوات من بعد أزمة كورونا مع الدعم الحكومي الموجود لهذه المشاريع، ما شاء الله صار كثيرة في المنطقة هنا. طيب يعطيك العافية عبد الرحمن، شكرا جزيلا. والله هو المكان جميل يعني، وأعتقد أنه مشوق ربما لزيارته خلال الفترة القادمة. وأبها أصلا مع أجواءها الحلوة هذه أعتقد منطقة جد مهمة. أجهز لك غرفة يا خالد، بس جهز نفسك. سويت لو سمحت. سويت، خلاص أبشر. شكرا لك، عبد الرحمن العصيمي من أبها. في الأحساء تحتفظ الأسواق الشعبية بتقاليدها وتفاصيلها التاريخية، منها سوق الأربعاء الشعبي الذي يزيد عمره على 50 عاما، ويعد مقصدا للبضائع المحلية ووجهة مفضلة للمتسوقين والمتجولين من المنطقة وخارجها لمعرفة التراث المحلي. سوق الأربعاء الشعبي أحد أشهر الأسواق الشعبية في الأحساء شرق السعودية، يتجاوز عمره 50 عاما ليبقى شاهدا على الهوية التراثية الأحسائية، كما أكسبه موقعه وسط الأحياء شعبية كبيرة منذ القدم. سوق الأربعاء يخدم مدينة مبرز والقرى المجاورة لها، حتى أن الناس تستفيد منها، لأنه يكون فيه تسويق لعدة أمور، منها المنتجات الحرفية، منتجات الزراعية، منتجات اللي تعمل أيضا في البيوت، لأن كان في حتى في السابق والحالي إنتاج مثل ما يقولون أسر منتجة. السوق الأربعاء بين الأحياء ويجمع بين القرى الشرقية والقرى الشمالية والهفوف، ويعني مثل مطير في غيره كل بوم يجون في سوق الأربعاء، كان السوق متوسط هو. المنتجات المحلية هي أبرز ما يتم ترويجها في سوق الأربعاء الشعبي الذي يقصده الحرفيون والمهنيون، إضافة إلى الرجال والسيدات لعرض منتجاتهم. السوق بعد تطويره بات منطقة جذب لإقامة الفعاليات والمناسبات، فيما تم تهيئة المكان
لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يعتبر السوق وجهة سياحية بفضل مكانته التاريخية وتنوع معروضاته المحلية. ليه تقريباً 45 سنة في السوق، من عمري حوالي 15 سنة وأنا موجود في السوق. ما في الفاكهة اشتغلت، وبعد الفاكهة تحولت إلى تمر. اللي أبيع مراحل، زبلان، قفايف، قفاصة، المناسف، مباخر، الحريم تشتري المباخر، والفلاحين المحاش والمراحل. كل شيء متوفر، وسابقا كان أزحم وأزحم، كان يعني ما شاء الله يكتظ بالزوار سواء من داخل المحافظة أو من برا المحافظة أو من الدول المجاورة. منتجات هذا السوق الشعبي تباع بأسعار منخفضة، ما يجعله خيارا مفضلا لدى الأهالي والزوار للتبضع، كما يعد وجهة للسياح بغرض التعرف على طبيعة الأسواق الشعبية. دائما السائح يبحث عن هوية المنطقة، تراثها، ثقافتها. احنا كثير مثلا من الزوار اللي يجون الى الاحساء، لما نقترح عليهم الى الاسواق الشعبيه، على العكس انه يشجع ويفرح بشيء هذا ويتمنى، لانه ايش؟ يحب يلتقي بالناس. سوق الخميس، سوق الاحد، سوق الاثنين، سوق الثلاثه، عندنا اسواق عديده يعني، بس سوق الربوع وسوق الخميس لا، هم المشهورين يعني عاده، غير الاسواق الاحد والاثنين والثلاثه، الاربعاء والخميس لا رسمي. الباعة يتنقلون طوال أيام الأسبوع لبيع منتجاتهم في أسواق الأحساء الشعبية المنتشرة في القرى والبلدات المجاورة، التي تحتفظ بنقوشها وزخارفها التاريخية المستوحاة من البيئة المحلية. من الأحساء، علي اللغبي، العربية. الرابعة مستمرة فيها بعد الفاصل. ارتفاعات الصادرات السعودية غير النفطية في أبريل ب 12.4%. أهلا بكم من جديد. في السعودية أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع صادرات المملكة غير النفطية في أبريل ب 12.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بدعم من عمليات إعادة التصدير. وذكرت الهيئة أن الصادرات السلعية تراجعت 1% في أبريل الماضي نتيجة تراجع الصادرات البترولية ب 4.2% في نفس الفترة. وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في شهر أبريل، حيث بلغت 37.1% مقابل 32.6% في شهر أبريل من العام الماضي. خلال هذه الأيام تتعامد الشمس على المسطحات المائية في البحر الأحمر فتسبب فوارق ضغطية، ويؤدي ذلك إلى هبوب رياح نشطة. خالد الزعك. خلال هذه الأيام تتعامد الشمس على المسطحات المائية في البحر الأحمر فتسبب فوارق ضغطية، أي مرتفع جوي في أعلاه ومنخفض جوي في أدناه، فيؤدي هذا لهبوب رياح من شماله إلى جنوبه. هذه الرياح نشطة ومثيرة للغبار والأتربة على سواحله من السعودية إلى القرن الإفريقي مرورا باليمن، وهذا الغبار يسمى عند العامة بموسم الغبار أو الغبير تصغيرا للغبار، والعامة يعرفون هذا الموسم من نضج ثمرة المسواك المسمى بالكباث. لو الهبايب بتعتذر عن خطاها تبقى الغصوم من الهبايب كثيرة. موسم الغبيرة يستمر تأثيره بشكل مستمر لمدة 60 يوما تقريبا على القنفذ والليث وجازان والسواحل التهامية، وكذلك حجة والحديدة في اليمن. يبدأ هذا التأثير من المنقلب الصيفي ب 22 يونيو ويستمر إلى دخول موسم السهيل اللي حنا نحبه. إما تجيني كلك أدناك وقصاك، ولا على ما قيل درب السلامة، ما بيك نص ونصك الثاني هناك، إما كمال الحب
ولا عدامه. إلى العناوين. الصحة السعودية تعلن وفاة 1301 غالبيتهم من غير المصرح لهم لأسباب تتعلق بالطقس والإجهاد. اتفاق بحريني إيراني على بدء محادثات دراسة استئناف العلاقات بين البلدين. صحف كويتية تفيد بصدور حكم سجن للنائب السابق وليد الطبطبة مدته 4 سنوات. إلى اللقاء. الإغاثة والأعمال الإنسانية بلاغكم بقبول ابنكم في برنامج التأهيل السبعي وزراعة الحياة الزوال. الله أكبر. يلا حيوا مبارك إن شاء الله. مبارك. الله يبارك فيكم يا رب يا رب يا رب. ألف مبروك. ألف مبروك إن شاء الله. ميه هلا انت امنت على ولد؟ الحمد لله. تمام الحمد لله. صار عندك؟ الحمد. صار لك نازح 9 سنين. والله تمام. 9 سنين. نعم 9 سنين. نعم. طيب احنا في هالصندوق في عنا ولدين يتيم الاب والام مفقودين وحالتهم مثل حاله ابنك وفرصهم صارت ضيقه. ما لون هذا تتبرع لهم في وجه الله تعالى؟ ايه بتبرع وببيع ارضي. عندي دلومين ارض ببيعهم وبسوي عمليه للطفل هذا. وين الارض؟ اذا محتلي بنسحق ببيعها في عالم هنيك في ببيعها. ببيعها اذا محتلي كيف بدك تبيعها؟ ما فيك لا تبيع ولا تجيب. ما بعرف ببيع خيمتي هاي. رضياني انت حتجيني الفرح. ببيع نفسي. كنا نتبرع والله كنا نتبرع. هيك بعد ما بكيت ببيع كليتي. هيك بعد ما بكيت وامر طبيعي. في احق في احق إذا يتامى ومالون أم وأب في أحق. والله العظيم في أحق وأنا جاهد وكلام وعلى ما أقول.